يعني كان فوز كبير جدا على فاركو، هنرجع نقول بجد باداء رائع من لاعبي الاهلي، ورباعيه مقابل هدف، حاجه كانت محترمه وحاجه كنا بنتكلم فيها، عايزين كره حلوه وعايزين كمان نتيجه حلوه جدا. هنقفل على كل حال الصفحه بصفحه الدوري، وهنبتدي نستعد للمريخ السوداني في دوري ابطال افريقيا، وهنتكلم كمان عن اختلاف اداء الفريق ما بين الدوري وافريقيا، وايه المطلوب كمان للمرحله القادمه. كل ده بس خلينا نرحب في البدايه بالاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي. بونجور يا فندم، منورنا كالعاده. صباح الفل يا استاذ سامي، سعداء بوجود حضرتك معانا، وطبعا عندنا حاجات كتير نتكلم مع حضرتك فيها. خلينا نبتدي يعني ايه باللي حصل مؤخرا، لقاء امس الاهلي وفاركو وثلاثيه رائعه في الشوط الاول، وبعد كده هدوء نسبي لغايه لما تم تسجيل الهدف الرابع في اخر الشوط الثاني. كان لفتره طويله كان ناس كتير جدا يعني واقفين عند تفصيله كده ومندهشين منها، يقول لك ايه، يقول لك الاهلي ما بيحسمش الفوز غير في الشوط الثاني وتحديدا مع نهاياته، ويمكن في الدقيقه 90 بلس. فامبارح حصل العكس، يعني الى حد كبير المسائل اتحسبت من الشوط الاول بالثلاث اهداف اللي جم. فشفت اللقاء ازاي امبارح؟ طبعا هو اللقاء يعني بصراحه كان متذبذب الى حد كبير جدا، يعني 15 ثلاث اهداف في 15 دقيقه او اقل من 15 دقيقه، وبعدين هدف لفاركو وهيمنه لفاركو لبعض الوقت ده. يعني على قد ما اسعد جماهير الاهلي بالفوز الكبير، على قد ما انا حاسس ان هي شعرت ببعض القلق. يعني هذا التذبذب ما بين الاجاده العاليه جدا والاهداف الوفيره والتهديف المبكر جدا الى منحنى نازل شويه، وطبعا دي مدعاه لبعض القلق. لكن انا بقول ان اراده لاعبي الاهلي في تحقيق الانتصارات يعني ظاهره جدا من البدايه، وهم لازم يتعلموا من الدرس بتاع امبارح، يعني ان هم يبقوا يقظين جدا في المنظومه الدفاعيه، يعني الشكل الدفاعي على وجه التحديد. يعني ازاي بقى انا جايب ثلاثه ويجي فيها جون بعد ثلاث دقائق؟ ما دي علامه استفهام. يعني حصل صحوه بعد كده صحيح، خاصه في الشوط الثاني، ولكن احنا مقبلين على تحديات كبيره جدا خلال شهر مارس الكريم. خمس ماتشات يعني ارزل من بعض. صحيح. والله مصطلح مظبوط. الماتش المريخ، ماتش بيراميدز، وماتش سان داونز. يعني ورا بعض فتره قصيره جدا. والمجموعتين دول الدوري بيحدد لك مصير الفرقه في البطولتين، الدوري وبطوله افريقيا. فبالتالي يعني انا شايف ان الاربعه لهم علامه ايجابيه جدا بعد الخساره امام صن داونز في استاد القاهره، وده بيخلي برضو كل لاعب يراجع نفسه وبيعمل ايه ما بيعملش ايه، يعني يتفرج ثاني وثالث ويشوف هو اثر في ايه واجاد في ايه، لان طبعا مسؤوليه اللاعب الفريق الحمراء دي مسؤوليه كبيره جدا. طبعا. فبالتالي وراك جماهير بالملايين، انت بطل افريقيا موسم نسختين ورا بعض، وحامل البرونزيه مونديال الانديه نسختين ورا بعض، فبالتالي ده بيحط على كتافك ويديك مسؤوليه اكبر. أكيد. فلازم ازاي انا اجيب اربعه في مقاصه وبعدين اخسر وبعدين اجيب اربعه في فهنا لازم يسالوا نفسيهم انفسهم، يعني اللاعبين يعني ايه نقطة القصور اللي كانت موجوده، ازاي انا بقى عندي جاب ثلاث اهداف في 12 دقيقه ويجي فيا جون بالسهوله دي، وتكرر على فكره. انا برضه بقول ان اللقطه دي بتاعت الهدف تكررت. فبالتالي احنا مع التحديات المقبله استاذ كريم الكبيره جدا والخطيره جدا طبعا، وقبل ما نخش شهر رمضان كل عام وانتم بخير، لازم الاهلي يعني يستوضح موقفه من بطوله الدوري وبطوله افريقيا، خصوصا ان احنا هنحط عليهم
مسؤوليه لعيبه الاهلي في منتخب مصر طبعا مع السنغال. طب ممكن نروح شويه للعيبه بتاعتنا ونتكلم اكتر عنهم، يعني لعيبه كتير بعد العوده من المنتخب كانش الاداء بتاعها اللي احنا نعرفه. لو هنتكلم تحديدا بالاسامي هقول مثلا قفشه، هقول السوليه، هقول محمد شريف، هقول معلول، بتشوف دول ازاي؟ طبعا كل واحد له ظروفه، معلول كان عنده ظروف مع منتخب تونس، قفشه خرج من المنتخب اصلا بس اثر على نفسيته، اثر على نفسيته شويه، بس دي يعني مع اللعيب الكبير بيبقى تحدي. عندك ماتش السنغال وعندك ممكن تخش كاس العالم وتوصل وتبقى مشارك بشكل اساسي. فده بالنسبه لقفشه. السوليه بسم الله ما شاء الله عليه تشويد، يعني الاداء لم يختلف حتى بعد ضغوطات، ثابت ومؤثر جدا مع منتخبه ومع الاهلي كويس، فرغم انه طبعا اتعور اصيب في فتره وابتعد عنها لكن رجع بسرعه وعنده اصرار وهو صمام امان جدا في وسط الملعب كويس. فبالتالي انا شايف ان يعني كل واحد عنده تحدي بشكل خاص. شريف يعني طبعا خلينا نقف عند شريف شويه، فك عقدته امبارح بالهدف الاولاني وبينم على ذكاء هجومي كويس جدا. فبالتالي لازم يستعيد الثقه دي مع نفسه هو، يعني هو يعني كان احد هداف الموسم اللي فات، وبالتالي يعني هو مش بعيد عن انه يكون هداف مميز جدا. وشريف لاعب جيد ومخلص وقوي، فيعني ايه اللي ينقصه؟ ما فيش حاجه تنقصه، بس هو بعض الثقه عشان يقدر يكمل مسيرته ويعود المنتخب مره اخرى، لان المنتخب محتاجه. انا شايف ان المنتخب طبعاً محتاجه طبعا بلا شك في هذا المركز راس الحربه مع مصطفى محمد، محتاجه فعلا المنتخب في التحديات الجايه. ان شاء الله نعدي السنغال ونوصل كاس عالم، ما ينفعش يعني يبقى محمد شريف مش موجود. وموسيماني لعب دور كبير على فكره مع محمد شريف في الاحاديث الجانبيه والتشجيع يمكن اللي احنا ما بنشوفوش بس في الكواليس، كل دي امور برده بتفرق بشكل كبير طبعا جداً. مهم جدا المدرب يبقى حاسس بكل لاعب في الفرقه، عنده مثلا 30 35 لعيب حاسس بكل واحد فيهم، ودي نقطه عند موسيماني بصراحه فعلا، يقعد معاه ويتكلم معاه ويعلي مخارجه الفنيه في الملعب وروحه المعنويه، دي صحيح. مساله مهمه جدا، والتجهيز النفسي ده يعني شريف زعل شويه لما كيروش اشركه بضع دقائق وسحبه صحيح 10 دقائق تقريبا، فدي لا، لكن دور موسيماني ودور كروش كمان هم يرجع اللاعب لحالته الطبيعيه. وانا شايف ان الاهلي مطالب في الفتره الجايه انه يعلي من اصراره في التحديات اللي جايه، وكل لعيب يبقى طبيب نفسه. طبيب دي مهمه جدا يا نهاوند، ليه؟ لا لازم يحاسب روحه زي ما قلت في البدايه، يشوف هو عامل ايه في الملعب ومؤثر في ايه واجاد في ايه. طبعا يعني احنا شفنا اكثر من اهدار اكثر من فرصه، الاربعه دول مش كفايه، ميكاسوني مضيع وبرستاو مضيع وقفشه مضيع وحاجات سهله، حاجات ممكن نندم عليها، وده السيناريو ده حصل برضه. ما هو الواحد مش فاهم ليه، يعني انا وكريم كنا امبارح تحديدا بنتكلم في ده، التاتش الاخيره او اللمسات الاخيره، ليه احنا عندنا ازمه فيها مؤخرا؟ يعني مش في مباراه او اتنين، فعلا في كذا حاجه موضوع محيره ما فيش اجابه. اللمسه الاخيره دي كمان هي اللي بتحرمنا من التسجيل والتهديف. ما هي اللي بتحرمنا، انت بتعمل كل حاجه في الملعب بالزبط. وتيجي في اللحظه الحاسمه تغيب. طب ما هو ده برضو ممكن نضيفه للتساؤل اللي حضرتك طرحته من شويه، وبالمناسبه يعني السؤال ده سؤال منطقي جدا ومشروع جدا، فكره التذبذب الملحوظ في الاداء وفي المستوى وفي النتائج محليا وقاريا، يعني بنلاقي مباراه كلنا مستصعبينها نلاقي الاهلي بيفوز فيها بالاربعه، ووارد جدا النسبه تكون يعني كانت معرضه للزياده، ومباريات ثانيه المفروض ان هي محسومه نلاقي تعادل نلاقي هزيمه. يعني التذبذب ده اللي حضرتك يعني تتكلم عنه، انت شخصيا شايف ايه الاجابه عليه؟ يعني سببه ايه؟ هو الاجابه عند موسيماني نمره واحد. لما نجتهد ونقول ان يعني هناك يعني
لازم اللعيب اللي يجي له كوره لمسه كثيره يبقى مستعد لها قوي وجاهز نفسيا. يعني دي نقطه مهمه جدا، يعني التحضير النفسي يعني اللي بيعمل الفروقات ده دروبات نفسيه الى حد كبير. يعني انا برس تاو امبارح منفرد من نص الملعب بكوره وراح حطها في رجل ما حطهاش تقريبا، هو تقريبا ما حطهاش، هو لمسها لمسه هو ما تفهمش ايه اللي حصل معاه، عايز يعديه بلمسه خفيفه كده. لا يعني عندك يمين عندك شمال يعني وفضي نفسك، مش لازم تروح في جسم الحارس يعني. فدي مذهله جدا التصور. في يعني قفشه برضه في ماتش سان داونز اهدر فرصه سهله جدا كانت ممكن تغير الحسابات في المجموعه. فيعني يعني اللاعب لازم يحاسب نفسه من المقام الاول ويكون في تنويع في انهاء الهجمات، مش بس اللمسه يعني احنا يعني الاهلي بنسبه كبيره جدا بيلعب اللونج باس على راس الحربه على اساس ينفرد خلف الدفاع ويحاول ينفرد، في تسديد في الكرات الثابته لحد دلوقتي مش مستغله بشكل كويس. انا في فرقه الاهلي انا شايف كده الكرات الثابته مش مستغله بشكل كويس ولا الضربات الركنيه يعني حد. فبالتالي يعني لازم يكون في تنوع في ضربات الحاسمه في النهايه، يعني في تنوع. طبعا دي مش مسؤوليتي ولا مسؤوليه اي حد، مسؤوليه المدير الفني اكيد، ويكون اللاعبين يعني بيثمنوا الفرصه، ما يبقاش يعني كده سهل. احنا خسرنا ماتش سان داونز وكان ممكن نفوز بيه، يعني ماتش سان داونز ده صحيح ضربه قاتله في الدقيقه حاجه و80، فلما كان ممكن نفوز بيه بسهوله في اكثر من فرصه ضايعه. ليه؟ ليه؟ عشان كده انا بقول يعني محتاجين كل لاعب محتاج يحاسب نفسه ويشعر بقد ايه الجماهير منتظره منه اكثر من كده. طيب نروح لملف افريقيا والناس كلها او يعني البعض خليني اقول بلاش اجمع مترقبه وعندها قلق، هل موسيماني هيقدر ان هو يلعب بشكل مختلف عشان مباراه المريخ؟ طب هل احنا نقدر ان احنا نفوز في الدقائق الاولى؟ طب هو ايه اللي مطلوب من الفرقه علشان ان هي تحسم الموضوع في يعني خلينا نقول بسهوله؟ يعني لا اسئله كلها مشروعه من الجماهير، بس خليني اعرف وجهه نظر حضرتك. انا ارجع ورا شويه ماتش سان داونز، انا شفت التشكيل قلقت تشكيل يعني الى حد ما دفاعي في ملعبي وانا عارف قدر سان داونز ومذاكره كويس فبالتالي المهم قوي التهديف المبكر، التسجيل المبكر بيريح الفرقه ويخلينا امسك زمام المباراه. طبعا يعني التشكيل كان دفاعي لحد ما في ماتش سان داونز، فبالتالي احنا ما عندناش خيارات، الاهلي ما عندوش خيارات في المرحله الجايه في الماتش. عنده ماتشين مريخ 5 سان داونز 11 او 12 اعتقد في بره، والمريخ الثالث 18، ومش عارف بقى هتلعب في القاهره ولا هتلعب في السودان. طبعا يعني في كلهم في شهر مارس ورا بعض، فيعني هناك تحديات قويه جدا. المطلوب من يعني المطلوب ان لعيبه الاهلي يكون عندهم احساس بالموقف ده. طبعا معاهم موسيماني اكيد طبعا اكيد طبعا، يعني والسعي للضغط على القسم هو ده العنوان اللي خرجنا منه ماتش المقاصه وماتش فاركو. هو احنا حسابيا محتاجين 9 نقاط للتاهل. تعتقد الاهلي قادر على حسم الملف ده؟ قادر على ان هو يتحصر عليهم قبل الوصول للجوله الاخيره؟ لا ان شاء الله ان شاء الله. يعني معانا المريخ 5 وسان داونز 11 او 12 وبعدين مريخ ثاني 18. يعني بغض النظر عن التواريخ خلينا في المبدا نفسه، الفكره نفسها. يعني هل ده ممكن يحصل وباريحيه ولا ممكن ما يبقاش الموضوع بالسلاسه اللي احنا متوقعينها؟ مسؤوليه البطل لازم نضعها نصب عيننا. مسؤوليه البطل، انا بطل افريقيا موسمين نسختين ورا بعض، برونزيه كاس العالم نسختين ورا بعض،
فلازم دي تعلي عند لعيبه الاهلي مسؤوليه البطل، وانه لازم يجتاز الموقف الصعب اللي هو يعني الاهلي عنده نقطه واحده من الماتشين، مطالب في انه يحقق على الاقل الماتش الجاي مع المريخ ثلاث نقط، والماتش اللي بعده مع سان داونز في هو صحيح في جنوب افريقيا، بس زي ما عملوا معانا لازم نعمل معاهم يعني. طب. لازم نستهدف الفوز في هذه المباراه هناك، لان ده الحل الوحيد لفك التشابك بالمجموعه وفتح الطريق قدام الاهلي انه يكمل مسيرته. لان طبعا لو قلنا ان هنكش ماتش سان داونز اللي بره، لا احنا متعودين نلعب في جنوب افريقيا كتير قوي ولعبنا وفوزنا اكثر من مره هناك، فمش جديده يعني طبعا. واللي عملوا معانا نعمله معاهم يعني طبعا. بس لازم يكون في اراده الفوز واضحه جدا بدون خوف من في التشكيل في خطه اللعب بدون قلق يعني. لازم نتحدى انفسنا في هذه المباريات الاولى والثانيه. المريخ يعني انا قبل ما اخرج من هنا اعتبر ان نقاط المريخ يوم 5 في جيب الاهلي. يا ريت ان شاء الله. فيبقى الاهلي هيبقى عنده 4 وهنروح بعد كده صن داونز، ولازم يعني مش هقول لك نرجع بنقطه، لا نرجع بالثلاثه عشان نفك التشابك ده. مفيش رفاهيه ان احنا هنرجع، لا مفيش اختيارات ثانيه. لازم يعني انا لازم احط نفسي كبطل. الاهلي لازم يحط نفسه كبطل، والرساله دي لازم توصل للعيبه كلها مع انفسهم، مش مني صح. ولا من الاعلام ولا لا، هم مش صغيرين، لعيبه كبار وشرفونا في كاس العالم انديه وعندهم احساس بالمسؤوليه. بس يعني حتى لو في شويه اجهاد وضغط انا اعذرهم بصراحه، 5 ماتشات لا ضغط غير مصبوط جدا. احنا بنتعب بمجرد متابعتهم ما بالك اللعيبه نفسها. على كل الاحوال خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك الكلام. طيب احنا لسه كلامنا مستمر وحديثنا مع الاستاذ سامي، وكنا بنتكلم عن ملف افريقيا والمباراه المرتقبه مع المريخ، وازاي ممكن ان احنا نحسم المباراه يعني من الدقائق الاولى، وفي نفس الوقت برضو عايزين نفهم طب المريخ من وجهه نظر حضرتك استاذ سامي، حضرتك من كلامك انا استشفيت انا وكريم ان المباراه محسومه لصالح الاهلي، بس بتشوف برضو المريخ يعني طريقه لعبه هتبقى ازاي؟ هل احنا نقدر نتكلم ان هو هيبقى بيدافع، فاحنا المفروض ان احنا يعني نخرج او نحاول نفكك هذه التكتلات دفاعيه للخصم؟ خلينا نعرف. بس انا ما قلتش المباراه محسومه. لا انت قلت احنا 4 نقاط معانا. لا قلت حصل ولا ما حصلش يا كريم؟ لعيبه الاهلي عمر كله متسجل كده. لا احنا نرجع للحلقه بقى. لازم لعيبه الاهلي لا باذن الله طبعا لازم لعيبه الاهلي يعملوا حسابهم من 4 نقاط دي معاهم باي شكل من الاشكال. تمام. مباراه ان شاء الله في ملعب السلام يوم 5، والمريخ عنده 4 يعني طمعان اكيد في المباراه، وطبعا في الصعود والاستكمال البطوله. فبالتالي اي تصور للتهاون مع فريق المريخ، لا فرقه عامله نتائج مش بطاله وقدامها فرصه للتاهل، فبالتالي هتبقى مباراه صعبه جدا قبل ما نروح المباراه الثانيه اللي مش عارف هتبقى تلعب فين. يعني هيلعبوها في ملعب السلام زي ما طلبوا، ولا هيروحوا السودان تاني؟ اعتقد ان هيحصل تحول في الموقف نادي المريخ. فبالتالي يعني انا شايف ان مفتاح البطوله في المباراه دي، مفتاح البطوله مستكمال البطوله في مباراه المريخ قبل حتى ما نروح صن داونز وجنوب افريقيا ونستضيف الهلال هنا، لازم اخد ال4 نقاط دول عشان يعني على الاقل اتساوي مع المريخ على الاقل، ويبقى ضاغط عليه وهو هيشتغل ان ده ما يحصلش يعني ده 100%. ده أكيد. فهل هيدافع ولا هيهاجم من وجهه نظرك؟ لا انا اتوقع يعني هو لسه بدري شويه، بس اتوقع ان هو هيامن دفاعاته بشكل قوي جدا. ودي فرصه للاهلي يعني، هو الاهلي لما بيلعب قدام فرقه بتلتزم بالدفاع
يعود بقى بالكرات الثابتة أو العرضية يعني حضرتك. فبيبقى ضغط بشدة وأكيد هيدرك هدف إن شاء الله. يعني كنا بمشيئة الله أنا متوقع كده لتقدير للأهلي ولأنه بطل بيشرف مصر. فبالتالي أنا شايف إن الفرصة الفوز حتمية ومسؤولية كل لاعب في الفرقة مع موسيماني طبعا إن شاء الله. طيب احنا كده كده أكيد هنرجع للأهلي مرة تانية، بس خلينا نحود كده شوية على المنتخب ولقائي السنغال. وأعتقد إن الفترة اللي فاتت كان في مساحة وقت كافية وفرصة كافية قدام كارلوس كيروش إن هو يبص بصة كده على اللعيبة اللي في الدوري المحلي. هل ده معناه إن احنا ممكن نشوف في لقائي السنغال عناصر جديده يطعم بها القوام الرئيسي والتشكيل الرئيسي للمنتخب؟ يعني مش هيخرج عن ممكن قفشه يعني مش كتير يعني، لانه طبعا يعني الزخم اللي خده في البطوله العربيه وبطوله افريقيا يعني يخليه يعتمد بشكل كبير على اللعيبه اللي وقفوا ووصلوا لوصافه بطوله الافريقيه بقوة يعني. فبالتالي التغييرات في عناصر مباراه السنغال مباراتي السنغال مش هتكون كبيره عشان ما يبقاش فيه مغامره زياده عن اللزوم. هم واحده هنا واحده هناك يعني، انت داخل في تحدي صعب ومع فرقه مش قليله يعني، فرقه لسه خارجين منها قريب ووجدنا صعوبات كثيره قدامها يعني. ده لازم نكون واقعيين يعني، قدامنا شفنا قدام فرقه السنغال صعوبات كثيره جدا بغض النظر عن انه فاز بضربات ترجيح ولعبنا 120 دقيقه، لكن المباراه ما كانتش سهله. فبالتالي لازم المباراه النهائيه تتحط في افريقيا تتحط في الاعتبار وفي ذهن كل كروش ومساعديه واللاعبين. فبالتالي انا ما اتوقعش تغييرات كبيره في هو كروش اعلن الخمسه اللي هيجوا من المحترفين صلاح وتريزيجيه والنني ومرموش ومصطفى محمد دول الخمسه اللي هيعتمد عليهم. وبالتالي فالثقل كله يعني اللاعبين المحليين ان هم يكملوا المسيره دي، ومنهم نخبه مميزه جدا من لعيبه الاهلي على رسوم الشناوي الحمد لله اللي هو أصبح في حالة فنية وبدنية طيبة جدا. فبالتالي المرحلة الجاية مع المنتخب مصر مش محتاجة تقليب في أوراق، لا أنا أخش بنفسي خبراتي مع المنتخب السنغالي اللي لعبت فيه مع نهائي أفريقيا وأستدعي روح الثأر والتحدي عندي عشان على الأقل في المباراة الأولى أأمنها بهدفين ان شاء الله. هي دي النقطة، هتبقى صدمة مش حلوة لا للجماهير خلاص ولا حتى للمنتخب كلاعيبة. يعني اعتقد هيبقى في مشكلة كبيرة إذا لم يتم يعني الحسم يعني هنقول نسبيا التأهل في القاهرة، لأن كده هيبقى صعب جدا. أنت عندك 60,000 مشجع على أرضك، أنت الأجواء كلها معاك، فلو أنا ما حسمتش من هنا لا اعذرني هيبقى الشيء صعب للغاية يعني. لو متفق معايا علينا أن نتفائل طبعا، متفق معاك ماشي هنتفائل، بس خلينا يعني نفرش الموضوع بشكل يعني برضو فارق ونقول يعني دي مسؤولية، طبعا مسؤولية كبيرة جدا طبعا. انت على بعد خطوه والثانيه من المونديال يعني اعتقد الجماهير المصريه اللي انا عايز اقوله مش هتسامح في ده. خلينا نقول ان شاء الله خصوصا ان منهم حوالي 60,000 هيكونوا حاضرين اللقاء، هتكون مسانده بقوه جدا وهتكون عامل يعني فاصل في ان شاء الله تحقيق النصر لمصر. يعني اتمنى يكون بهدفين على الاقل، بهدفين على الاقل، لان طبعا فرقه السنغال لا يستهان بها اطلاقا. ومطروح دكار هتبقى معركه جامده جدا، ولكن احنا واخدين على اللعبه في افريقيا بسهوله وثقه، بس لازم يكون ظهرنا يعني محمي بكفايه ومش محطوطين تحت ضغط زياده. فان شاء الله اكيد كروش بيفكر نفس التفكير اللي حضرتك بتفكري فيه، المصريين كلهم يعني بنفس فكر المصريين كمسؤوليه مدرب محترف كبير وله قيمه ومشاركات في المونديال متعدده. فبالتالي يعني بالتالي انا شايف ان فرصه منتخب مصر لتحقيق الفوز القادم ان شاء الله مش بعيده، وفوز مطمئن وبركه في جماهيرنا ان شاء الله ان شاء الله. هو
الواحد برضه ساعات بيقلق من حته فرق عدد المحترفين اللي عندنا. احنا بنعد عندنا لعيبتنا معد غنماتك يا جحا، احنا عندنا خمسه هذا نعد ايه؟ غنماتك يا جحا. لا دي انا يعني هو ايه اللي هو العدد محدود يعني، لكن هم السنغال عندهم عدد اكبر بكثير من المحترفين. لا هم كلهم محترفين تقريبا. كلهم انديه محترمه، فانديه محترمه جدا، بس العب كوره انت، الكوره مش بعيد عنك يعني، يعني مش يعني وما نجيش على صلاح قوي، لا لازم كلنا يبقى مصادر القوه والتهديف متعدده في الفرقه. دي نقطه مهمه جدا يعني، يعني وزي ما قلنا على الاهلي الفرصه اللي تجيلك ما تتهاونش فيها يعني، اختمها ختام صح وهدف، وان شاء الله كل الخير لمصر. وحضرتك كمان ختمت الفقره دي ختام صح، بنشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر، دايما بنسعد بوجود حضرتك، وان شاء الله شكرا لك استاذ سامي، وان شاء الله خير يعني، طالما حضرتك توقعت ان شاء الله خير في تفاؤل للاهلي ولمصر ان شاء الله باذن الله. على كل حال انا بشكر حضراتكم، في فقره اخيره طبيه هتكون مع كريم الدكتور دينا ابو سعود، انا وكريم ان شاء الله بعد كده نشوفكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي.